مصدقنا بقينا لوحدنا. يا بنتي ده عايز يفرق بيننا، ده انا ممكن اولع الدنيا. ايه يا عمى يا عمى؟ ايه مش في نطع ماشي معاه ولا انا مش مالي عينك؟ يا عمى انا عملت لها حاجه. انا استناك لما تعمل لها غور امشي. حرام يا تيمور، ده ولد صغير. صغير بيكبر. هنا ولا انت مشكلتك حاجه واحده مش متخيله، انا بخاف عليك قد ايه، ما بتقش حد يلمسك. انت بجد بتخاف عليا قوي كده؟ انا مش هجاوبك على السؤال ده، انا هخلي الايام هي اللي تثبتك. ايه ده يا تيمور؟ الشجرة وقعت يا استفندي. وشرفك لو عايز سمك انزل لك منها سمك. الحد يلمسك قال، ده انا اشيل كلمة ذكر من البطاقة. اثبت ياض. بتقول لمين ياض يا ابن التايه؟ بقول لك انت. لا اصحى، كلها بتاكل بروتينات وعارفة بعضيها. ايه البول حمضان ده؟ استنى انت يا بسال. مالك ياض يا وش؟ بتلتهب علينا ليه؟ في حاجة؟ في جماجم بتهاجم وعفاريت بتموت، لسه حافظها امبارح. خلي بالك ده ممكن يقطع. اسكت انت. مين البت دي؟ ايه؟ واحدة كده. واحدة ايه يا تيموس؟ البت دي تلزن، نفض لنفسك يا. نفض ايه؟ في حاجة في هدومي يا نوال؟ هدومك ايه؟ انا مخطوفة. ما تكبريش الموضوع بقى يا نوال. يا نهار اسود، البت اتخطفت، البت اتخطفت. استنى يا ادب سيلا، انت وقفصين الخضار اللي معاك، مين اللي هاكل على قفاه الاول؟ يلا قلت لك هيقطعها. راحوا فين؟ راحوا فين؟ في حاجه ياض؟ عايز حاجه ياض؟ عايز الاستفنديه بتاعتي. خد. تعالى. بتعرضها ياض؟ انا مش قلت لك طريها ياض؟ طريها اهو. اوعى تفكر تمشي ورانا. ليه امشي وراكوا ليه؟ يلا يا بسلة اتفضل. يلا يا كابتن في حاجه؟ لا يا باشا مفيش حاجة، أنا كنت جايب خطيبتي من الدرس فالعيال دي غلست، بس أنا قمت بالواجب يا باشا. صح؟ خد خطيبتك وروح وبلاش تمشي في شوارع الضلمة دي تاني. حاضر يا باشا، مش همشي في الشوارع دي تاني. كده تسيبهم ياخدوني؟ أنت بتستهبلي، ياخدوك إيه ده؟ أنت روحي افهملي، أنا ما أقدرش أتخانق وأنت معايا تتبهدلي، وكنت شايف الحكومة في المكان. أنا قلت كده برضو. هتعمل إيه مع باشندي؟ لا باشندي ده حكايته حكاية. تيمور في ايه؟ ما تخلينا نمشي في الشارع ده، انت مش لسه حضرت الضابط قايل لنا ما حدش يمشي في الشارع؟ بصي شكله عاجبك الشارع. انا ماشي انا ماشي. اصحى يا سيبيتهوفن. يا بابا خير؟ انت جايلك نوم وابوك متهم بالسرقه. يا بابا اعمل ايه؟ انا نايم. حرام. تنام ازاي وابوك حرامي؟ خلاص يا بابا روح سلم نفسك. انت بتهرج كمان؟ طب اعمل ايه يا بابا؟ انزل اقتلهم دلوقتي. يا ريت يا ابني تجيب لي حقي، ولا ناوي تهرب زي ما هربت في خناقة العربية؟ وشرفك يا ابويا وشرفك اللي جيب لك حقك. ما تشوف بس سيبنا نام دلوقتي. انا مش حرامي يا تيمور. انا عارف بابا بتقول لي انا ده ابنك. تصبح على خير. انا مش حرامي يا ابني. والله يا بابا عايز انام، عايز انام. انا مش حرامي. انا مش حرامي. انا عايز انام اموت. تيمور انت نمت يا ابني؟ عايز حاجة يا بابا؟ انت عاوز اقول لك انا مش حرامي. بس يا بابا. ده بيت باشندي؟ هو دوت. اخلص اخلص. حاضر يا باشا. سيادته المدير حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم صاحب توكيلات الطيور المهاجره. هو اللي مأكلنا. هو اللي ملبسنا. هو اللي مقلعنا. هو حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم. هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اقول لك. قل لي. هدول مساكين؟ مساكين سيادتك. يلا طلع طلع. وزع. فرقوا مالي. فرقوا فرقوا. لا حول الله. بعدك شب ترى والله حزنت عليك، والله تأثرت لي لحظه ابكي. الله يقول لي انت مشلول ولا رجولك منملة؟ لا اخويا مشلول وانت واقف على رجليك. خمسة. معاك فلوس وعملت مرقعة وانا مش لاقي اللغة. خمسة. حرام عليك. اعطيله خمسة. حرام عليك. يا ابيض والله ما يستحي اليوم الدين. ترى ليش؟ لانك ما ربيته. انت ما ربيته. ما ربيته. اعطيله كم باقي معنا؟ 100,000 سنة. اعطيه. يلا يلا يلا. بقول لسيادتك 100,000. يا اخي السؤال هذا المال حقك ولا حقي؟ حق سيادتك. اعطي. حاضر سيادتك. انا مالي. اطلع يا ابوي. هلا. شوف اول ما ريته دريت انه مشلول. ربنا يزيدك علم يا فندم. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. انتوا بقى عايزين باشندي صح؟ ايوه بسرعه خلص يا حلو. اراك توزع من مال امك. عسل سيادتك.
يا بنت الدوشه اللي بره دي. راجل غني قوي بره ومعاه حراسه ياما. ابعد ابعد يا اللي بتبعد. واداني 100 جنيه من هم يا بنت. ايدك الله. هو ده وقته؟ على رايك خليه يستنى بره شويه وما يدخلش على طول. امرك يا سيدي. قشطه. ما تخلفنيش. بقولك طلع طهو الفلوس. عم راجل قولي بدهم لنا. يا عم بقولك طلع دول عهده. يا ابني اديله خلصنا. يلا هات عدي. سياده المدير حاتم الحاتم ابو حاتم يعني طيور المهاجره. اهلا اهلا. ما شاء الله تبارك الله. والله ساحر الاتموسفير حبه كله سحر. والله مساك الله بالخير. اهلا اهلا وسهلا. اعطيله اعطيله. يا الف اهلا وسهلا. والله مسكين ما معك ساعه؟ معي سموك. اعطي يا رجال. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ما معك سياره؟ معي سياره. اعطي. يا 300 ألف اهلا وسهلا. ما عليك ما عليك. الشباب شباب تبعنا. خير يا بيش؟ هو لو كان خير كنا جينا المكان النتن هذا. والله مو خير. اللي جالس قدامك 9 سنين ما نمت ما دقت طعم النوم. يبقى معمول لك عمل. وين الجديد يا شيرلوك هولمس انت؟ كل الناس قالوا لي ناس مسويين لك عمل. والشك دخل براسي. شكيت في اهلي يا رجال. اول امس جبت جوزتي قلت لها تعال انت اللي سويتي لي عمل. قالت لي والله قبل ما كمل طقتها ماتت. اولادي اللي بضوره جوا لي صباح الخير يا بابا. قلت ما في صباح الخير. تعال يا حماده انت اللي سويت لي بابا عمل يا حماده. قال بابا ما كمل طقته وقع جنب امه. والله الشك جنني. وقفت في الشرفه ببص لقيت عفيفي في اخر الفله. عفيفي مين؟ السواق الصومالي حق اللاند كروزر تبعي. قلت تعال ايش فيك يا عفيفي خزيان؟ قال لي يا عمي انا اللي سويت لك العمل. وعملت له ايه؟ والله سمحته. ليه؟ صدق ما كذب علي ما كذب. قلت له عفيفه ايش سويته في العمل؟ قال لي يا عمي سوينا لك انك ما تنام ما تنام وجواك جن جن جواك. شوف تجسيره يا لطيف. احنا حنفك لك العمل. تدري يا وجه البرص انت لو ما طلعت الجن والله تقرصك بالنار هذه. ولو طلعته الخير جالك جالك. والله اول شيء طقم اسنان لولي من سويسرا غير الهدايا واليخوتك ما تبغي فاشل. قوم حضرتك عشان تنام. انام؟ والله هلكتني. تتبهلل علي انت يا الكل. اقول لك ما نام تقول لي نام. خلاص مدد. قول مدد 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 سموك. فروتي عصيدة عصيدة. يا ليت يا ليت يا ليت عندي عصيدة واربع صواني مرق مرق حتى يسيل العرق حتى يسيل العرق. ايش هذا؟ ايش هذا؟ لمبرنا يا عمي. لمبرنا. ايش هذا؟ ايش هذا؟ تراني اعمل بيبي دخان. والله اسوي بوليوشن. اطلع وش طالع؟ اطلع قلتلك وش طالع. انا العفريت. فاتني ليه يا حرامي؟ انا مش حرامي. صح حرامي. تسرق كل الناس. فاكر اخر مرة سرقت فيها؟ لو دفتهم من اوال يا حرامي. انا مش سرقتش حاجة. العودة 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 يا معلم. والله انا كان قلبي حاسس ان انت نصاب يا بقه. هو انت امال مين يا حبيبي؟ طيب يا سيدي مش خدتوا اللي انتوا عايزينه؟ سيبوني بقى في حالي. الحق الحق نسيبك انت اهبل. لازم من اول تعرف وحمدي والبوليس والدنيا كلها. لا ابو سيدك حمدي لا ام نوال انا باكل من عيش. خلاص يبقى نتفق زي ما قلت عليا لا يجوز ترجع تقول يجوز. ما ينفعش ما ينفعش اقول لا يجوز وارجع اقول يجوز. ده بقى خلاص
انا هخدمك في الجوازه دي. ام نوال مستنيه الخلانوسه فارغ الصاب. مين الخلانوسه دي؟ كبرتنا اللي هتوصل بعد اسبوعين، وانا هظبطك عند الخلانوسه. بتقول ايه يا بشندي؟ ايوه يا هانم، الخلانوسه وصلت عندي النهارده. خالتي نوسه وصلت؟ يا اخويا زغرت، ده انا الفرحه مش سايعاني. دي اللي هتجيب التايه. كفايه يا بشندي يا اخوي، لحسن انا جسمي بيتنفض. خلاص هنستناكي النهارده. حاضر يا اخوي، اجيلها النهارده، انا ورايا حاجه. بالسلامه. بالسلامه. اتوه اسمع يا عم زفت. انت اللي اقوله شرط اخره ايه؟ نور. لا، ضلمه على اليخون. كلمه تطلع كده كلمه كده، تعال اوريك هنعمل فيك ايه. انا لفوا لفوا حرام. مصدقي ماما ان خالتي نوسه دي هتجيب لك العقد؟ خشي برجلك اليمين. خش في اي حته، بخش برجلي اليمين اساسا. الارض احفظي بعينيكي، منوره يا هانم. هي فين؟ انا مشتاقه. مستنياكي جوه، اتفضلوا. دي طايره يا ولا. يا رايح يا خالتي، انت بتصدقي في الكلام ده؟ اسكتي. ولا يلا تكل انت على الله. يلا ما تنساش تيجي الساعه 6 عشان راح الجيم. سلام. لا لا لا، هتنسعيني هاجي عليك الميه. ايوه انزلي، روحوا له انتوا الاثنين، هو في الحمام بيستحمى دلوقتي. خلوا منه الصابونه، انت حته اخوك حته، واقفلوا عليه لحد ما يموت. اهلا. السلام عليكم يا ستي. وعليكم السلام ورحمه الله. قطه. اهلا اهلا اهلا. الريحه اللي دخلت المكان دي في حاجه عاوزه. الواد ده مين؟ الواد ده حمدي ابن اخت. حمدي ابن اخت بتعرفيه؟ ها ها، ده برسامجي مدمن مخدرات. وصايع كمان. ايوه رانيا مصرف بتاعت العجمه تعرفها؟ ايوه ده صايع، ده صايع. طلعوه بره بره بره. ليه يا ست؟ انا عملت حاجه؟ الواد ده عليه مارد ونوع وحش بيتبرز في المكان. بالك انت لو اتبرز في المكان هنغرق كلنا ومش هنلاقي حد يلحقنا. انا عارفه انا عارفه. يا واد بتقول عليك مارد بيتبرز اخره؟ ماشي يا خالتي، اما اشوف اخرتها. اخرتها هتين عليك يا حبيب. ايه موضوع الوليه دي يا بشندي؟ نصبه زيك ولا ايه؟ لا يا استاذ حمدي، ده بجد، دي وليه مبروكه. انا هعرف اذا كانت مبروكه ولا الله يبارك فيك. اللي عليها حضروا. مالك يا خالتي نوسه؟ اصل عامله التليفونات كلها على الفايبريشن، اما بيرنوا مع بعض بيبهدلوني. الو. ايوه مدام سوكار. ايوه احنا اللي نقوله نعيده. قلت لك خلاص جوزك ده هبهدلهولك، صدق بالله هجيب له تبول لا ارادي. يبقى قاعد كده لا ارادي يتبول قدام الناس. كيس دعوه بس انت ساعديني، هاتي لي حاجه من قطره. يا ست انت فانيله ايه وسراب ايه؟ ده كان زمان في الفلاحين الكلام ده. انا عايزه حته من ودنه، تقطعي الحته اللي من تحت الطريه دي اللي تحت القرقوسه. ايوه، وانت خارجه تضربيه بالسكينه ببطنه، الدم بيعمل معانا سخن. ايوه. لا لا، ده انت اختي. طب يا حبيبي بالسلام بالسلام. قطعوا النسوان ودوستهم. ازيك يا بنت سعاد؟ ما شاء الله ما شاء الله. ازيك يا نوال؟ عرفت يا سمينه ازاي؟ انا مش ساحره ولا انت جاي يا عمر افندي؟ عايزه تحس ان انا ساحره ازاي؟ نازله لكم السقف وعامله لكم نار. انزلي 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 انزلي. ايه، اطلع لكم روحي واكلمكم عشان تصدقوا؟ ازيك يا بت؟ الحمد لله. عارفه انت جايه ليه؟ طب احنا جايين ليه؟ عشان العقد الفالسو. لا مش فالسو. لا، الجديد اللي ما تعرفوش انه فالسو. طب هو فين؟ في الحفظ والصون. مايكل. يس. الو، وري العقد. عقدك ده؟ نو ات از نوت. يا ولية اتأكدي. لا يا ستي مش عقدي. امسك، انا قايله لك انت مش نافع معايا ومش هتكمل معايا، ما شفتش خلقتك هنا تاني. كم هير كم هير. في داهيه. اصل ده خواجه طاري. بص، العفاريت البيضه زي الفراخ البيضه بس فاس جامده. انا دلوقتي هجيب لك اصل الشغلانه، شغال معايا بقاله 35 سنه.
جامايكا. منو يا ماما؟ حظك حلو ساحل جامايكا. منو يا ماما؟ بس يا بنت بس خلاص هم جايين ليه يا اختي؟ ده في 40 واحد هيجوا دلوقتي هتعبيبي ايه؟ جامايكا. منو يا ماما؟ تعالى تعالى فين العود؟ منو يا ماما؟ عود قدام؟ ايوه عود يا اخويا قاعد يا جامايكا. منو يا ماما؟ دقيقة واحدة تاكل؟ منو يا ماما؟ بيموت في الجبنة النستو بيحبها حب. معاك حد؟ منو يا ماما؟ طب خد فرقوا على بعضيكم. منو يا ماما؟ سلامة. منو يا ماما؟ أصل هم لغتهم كلمة واحدة فتلاقيها بتتكرر كتير. عشان تسمعي كلام أمي. مين اللي كان سارقه يا خالتي؟ انجوي جنب ماما. مين اللي كان سارقه؟ لا اسمع ما اقولك، انا اللي ستره ربه ما فضحوش، بس انتوا عشان حبايبي انا هعمل لكم اوبشن. بص انتوا تقولوا الاسم اللي انتوا ساكنين فيه، لو هو اللي سارقه راسي هتعمل كده، لو مش هو اللي سارقه راسي هتعمل كده. يلا قولوا الاسم. تيمور. ايه ده بقى ان شاء الله؟ زعلانه ومقهوره كده، زعلانه ومتنكده، لانك اول ما قلت الاسم شفت واد طاهر نقي نبي من عيله وعيله حلوه كمان، ابوه زعبلاوي وبلاوي. أيوة. ببلاوي ابوه شايفاهم قدامهم، ابوه بيقيس حاجه طول النهار، بيشتغل في المساحه. ترزي حريمي. ايوه يعني بيقيس يعني. لا ناس محترمه قوي يا سعاد، ما يعملوش كده. لا 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 ربنا يخليكي. خدي يا اختي فضله خيرك حاجه كده على قد ما اقصد. ايوه ليه ده ما عندكيش نظر، وانا محتاجه فلوسك، مش شايفه كام خويسه وخاتم في الخنصر وخاتم في البنسه؟ بلاش دول، قفط الموبايلات دي كلها مش عاجباكي غير اللي في الصحن جوه؟ يلا يا حبيبتي هاتي بيهم ترمس. ربنا يخليكي. يلا جامايكا. ايوه يا ماما. طب كويس انا بطمن عليك، احسن قالوا لي في مطر في اثيوبيا. الو الو. ايوه مين؟ انا نوال يا عم. نوال؟ اظن يا نوال بعد اللي حصل افضل انك تبعدي عن ابني يا نوال. يا عمي ده كان سوء تفاهم وخلاص، احنا جبنا العقد. ومين اللي جابه؟ واحده اسمها الخاله نوسه. وخارج كامل وليه دي؟ ما خدتش ولا مليم، دي ست واصله قوي وقالت ان تيمور بريء. يا عم خلص بقى كرهتني في وشي. يا ابني النحت ده بيبين روح الشخصيه، وانت وشك فيه حاجات كتيره جدا لازم تبان. تبان ايه ونيله ايه؟ انا هيغمى عليا انا ما فطرتش، وبعدين انا بكره التماثيل. بذمتك انا قلت لك اعمل لي تمثال. كلها خمس ساعات وخلص. خمس ساعات ايه؟ انا مش عايز. اوعى تبوظه. وشي وانا حر فيه. اه يا شباب تيمور انت حر. ايه الاخبار؟ زي الفل، كله تمام زي ما انت عايز. هتبقى ستار. بقول لكم ايه، مش عايزين غلطه ابوس ايديكم، عايز الناس كلها تامن ان الخاله نوسه دي سرها باتع كده. منى ولا هتوافق على الجوازه وهي مغمضه؟ وهي ايه مغمضه؟ Attention, elle veut tour, veut tour, veut tour. Attention, un accident. Quoi? Ma belle, ma belle, je sois. Attention, attention, attention. تلاقوا في الضلمة ألف قمر. بنحب يا ناس نكذب لو قلنا ما بنحبش. ترارا. الأغنية دي مش بتفكرك بحاجة؟ اه بتفكرني بأمك اللي رقصت لأبويا والملح اللي سففته لنا. هو عمي ما قالكش على اللي حصل؟ على ايه؟ خالتي نوسة. انت هتمشي ورا التخاريف دي انت كمان؟ نوال ما تنسيش ميعاد النهارده عند خالتي نوسه. لا ما تخافيش يا حبيبتي انا فاكره. انت رايحه عند الولاد دي ولا ايه؟ اه. وهي عارفه ان انت رايحه؟ لا انا واخده البنات ورايحه لها مفاجاه. طب افرضي ما كانتش هي هناك يعني. لا ما تخافش يا بشندي اللي مديني الميعاد. هتروحي على بالليل صح؟ لا
كمان نص ساعه كده. ليه ليه كده تزنقوا الناس؟ افرضي عندهم حاجه يا سبت. انت قوم قوم قوم، عمتك ماتت. ايه عمتك ماتت تاني؟ ايوه قوم يلا فوقه قوم، خالك عايز يموت. هيموت. يلا يلا يلا. انت رايح فين؟ الناس اهاليها ميته. يلا يلا. طب مش تستنى احكي لك على اللي حصل؟ عندي زفه لازم الحقها. يلا. إيه؟ يلا 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 بيا في حياتك. يلا ربنا يفك شر الغفله. بسرعه يا بنت يا بنت يا بنت. لا مش وقته. يا رب يا رب اثروا زي ما اثرتني. كان يوم اسود يوم ما دخلت الزفت. يا نهار العام. ايه حوش عنك كنت ماسك هيموتني. هتحمل ما تشيلش هم، دي ست واصلة قوي. انت ايه؟ مين قالك تدي موعد للناس؟ ده كل واحد دفع 200 جنيه. 200 جنيه؟ يا نهار اسود، وكمان خدت منهم فلوس. اوعى تقول الكلام ده قدام تيمور، انت فاهم؟ انت ايه؟ امور النصب لسه بتجري في دمك؟ امشي امشي. ولا اقول لك خدني معاك ما تسيبنيش انا لوحدي. يهمني. الله الله. اثبت مكانك لا تولع وانت واقف. اثبت مكانك. اتفضل اتفضل. انت يا راجل بتستهبل؟ مش عيب تخش على وليه كده من غير ما تستأذن. افرض قلعه ولا مستحمى، افرد سرحانه بحاجه قليله الادب ومش عايزك تشوفني تدخل كده عليا خلوتي. اتفضل اتفضل. استنى انت عميت في عينيك البعيد، مش سايف عيل بيرجع ويودي روح لامك. كهرمانه لما عيالك عندي شغل. موضوع اسمي عابد البلاوي، المهنة تنزي حريمي، سن 42 سنة. تكذب من أولها، 58 سنة ومولود في المحلة، وتعمل لك عمل زمان وترمى في حلة، وحلة يا حلة، ليلة نطين يا حلة. حلوة؟ عجبك إيه؟ رايح فين؟ رايح فين؟ مالكش دعوة اللي بيدور هنا ها؟ أنا جاي من طرف نوال. معلش عشان النوالات كتير. يكون سلبت نوال بتاعت الاردن والنبي احبها. لا نوال بتاعت الاردن. ادي بنت غلبانه يوم ما سرق منهم عقده وجبناه. انا بقى جاي مخصوص عاوز اعرف مين اللي خد العقد ده. حضرتك في النيابه؟ لا يا فندم. امال ايه جاي اللي انت مالك ومال ده شغل؟ مالكش انت دعوه. معلش اللي معلش احنا ما نفضحش حد، جبنا العقد وخلاص. من فضلك العقد ده انا اتهمت بالسرقه انا وابني وحيدي في هذا العقد. ما انت شكلك حرامي. لا من فضلك انا ترزي حريمي. انا مالي ترزي حريمي ولا ترزي خرفان؟ انت جاي تحرق دمي؟ خلاص عقد السرق والاناء اتكل على الله. يلا بقى يلا، انا في حاجه بتجري في دماغي مش عارفه ايه هي. اتكل على الله بقى ترقنا. سبحان الله. ده بينه اتجنن ولا ايه؟ سبحان الله. في حاجه يا ساتر؟ يخلق بشبه 40. حضرتك شبه المرحومه مرات الخالق الناطق. الله يرحمها ويحسن اليها. الله يرحمك يا زبيده. الله اكبر. حضرتك تعرفيها؟ الارواح بتتلاقى في ملكوت الله. امر عليك لو قابلتيها قولي لها البنطلون الازرق بتاع الببلاوي حطيتيه فين. ها فين؟ نسيت؟ ما انت قصيته واديته للواد ابنك وقعد يعيط لك يا عنوم عشان تجيب له بنطلون جديد. صح صح صح. الله هو اكبر. رسمه العين مناخير السايحه. برأيي بقول له انت كده هتبرجرني للرزيلة، وانا بصراحة بحبها. اسيب شغلي واكل عيشي بقى وروح للرزيلة معاك؟ لا لا رزيلة انت فهمتيني غلط. يبقى انه جنن ولا ايه؟ الجسم اللي قدامي المتفجر ونوسة ده نفسي ألبسك فستان بقصة ايدي انا. ان شاء الله اجيلك الورشة. انا ورشتي في بيتي وعنوان بيتي 13 شارع عبد الحميد عبد الحميد في الجيزة. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يا واصلة يا جامدة. ازيك يا نوال يا بنتي؟ ازيك يا عمي؟ حد الله بيني وبينك ابدا ما سلمش عليكي قبل ما تلبوا بلاكم على الناس الاشراف وتتهموهم بالكذب. اتاكدوا الاول على عموم الست اللي انت داخله لها دي بترمي الكذابين في النار. ما تزعلش نفسك والنبي يا حاج. يلا بتنام. الفلاية دي ضيقة قوي. مفيش حاجة. هما اللي كان بيجري في راسي هيجنني ده. أملة دي؟ لا ده فار. كنسي أملة عاملة نفسها فار؟ القصد
وبدايا بسكلة. اهلا 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 مؤاخذة تفضلوا يا اهلا وسهلا. شوف دخلة الحريم تسرح كده التنير رجالة قطع يقفلوا اليوم. ازيك يا سعاد؟ ازيك يا ستنا؟ ازيك يا كتاكيت؟ اهلا اهلا. الكتاكيت بقى مكسوفين، انت عارفة بنات اللي من دول بيتكسفوا. لو في كسوف وفي حد غريب ده انا خالد. بص عشان انفك كده تحب اقلع لكم مرت والنبي اللي عملت سعيد. ايوه اهلا 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 ما شاء الله. مواضيعكم سابقاكم. الله 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 الله، غمض عينك يا حلوة يا ام قصنتي. يخرب بيتك وبيت اللي رباك. البنت دي متجوزة من ورا اهلها. ايه ده؟ ايه الكلام اللي انت قلتيه ده يا خالتي نوسة؟ انا مش ممكن اعمل كده ابدا. كدب، هتاكلي بالسبسب واحط وشك في النار. متجوزة من ورا اهلك وبتضربي بانكو. ها؟ هي فعلا يا خالتي متجوزة عرفي وجاية لك تشوف لها حل. الله يخرب بيت بتوع العرف وسنينهم، دايما يجوا بعد العرف. مفيش واحدة فيهم تيجي قبل العرف، لا يجيبوا البلوى ويجوا بيها. يا ساتر يا رب، ورينا يا ابني، ورينا ورينا. الواد ده اسمه وائل يا بت. طب بصي بقى، الورقة اللي كتب عليك فيها يا هبلة سايلها عند واد اسمه سيد في العباسية. تروحي تجيبيها منه وتقطعيها. الواد ده مش بتاع جواز. يلا يخرب بيت الجسم يشال منها اللي عليها جامد يا سعاد. طيب يا ستنا قولي لي بقى موضوع بنتي ايه؟ والنبي ما تقلقي على بنتك، تعالي يا امور، تعالي يا حبيبي، تعالي يا ماما تخافيش. ما شاء الله ما شاء الله يا اختي، بطه بطه. تعالي تعالي تعالي. كل حاجه كل حاجه. بقول لك ايه يا حلوه، الواد اللي انت بتحبيه قليل كده وفي دايما حاجه هامه على ظهره كده، شايل نخلة، شايل بلكونة، الكونترباس. ماليش دعوة يركب ميكروباص يركب. لا لا الكونترباس يا خالتي. المهم هو كده. الله 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 الله. اسمه ايه؟ أمور؟ تيمور. تيمور. الواد ده ابن حلال يا سعاد. بس قوي يا خالتي. واحدة هنا خالتي كمان. يا اختي بطة، الواد ده هيسعد البت دي، خلي بالك. الطالع بتاعه حلو حلو قوي. ايه؟ ده وقته. استنى ما اقول لك. بنت يا سعاد. هقولها لا تسمعي ده ما يطلعش بره. البنت بنتك دي غلبانه، لو ما اتجوزتش الواد اللي بتحبه في ظرف 7 ايام هتتعقد وهتموت في حاسه موسيقى. يا مصيبتي يا اختي، يا مصيبتي يا حبيبتي يا بنتي. لا لا بكتب الله الاسبوع الجاي اتجوزها له. يا حلاوه ليكي يا ستنا. ما باخدش حلاوه يا حبيبتي، دول عيالنا. طب استني كده، انا عاوزاكي في موضوع يا ستنا. عينيا عايزه فلوس؟ انت كشفي بنت انا خالتك، انا معايا 170 جنيه فايدين من التومين، تاخديهم؟ لا مش عاوزه فلوس، عاوزه اخاوي عفريت ابن عفريت ابن حين يطلع عين الوليه معاطف اللي مجنناني مطلع النخل في عينيا. رخاوي؟ ايوه. تيجي في السكه دي ليا؟ هتستحملي احكامهم؟ على راسي من فوق. اخليك تنقي، بس افتكري ان انت اللي اخترتي. ابعت لي اخر 2 في الكشف يا حبيبي. ماشي يا بنت الجوهري. ايه شفتوا عفاريت؟ يا بويا تبصر ما عندك كل دين. جاهلة. ايه رأيك يا منوال؟ اللي جرالك مالك اتبطيتي كده؟ يلا خدي ده، لكن ده حبيبي انا. رحمن يا منوال، ما لسه ما ادري. اظهروا بان عليك الامان. يا نهار ازرق، ده انا هضيع، انا ممكن اتحبس في اي لحظة. لازم ابطل نوسة. الله، ما تبطلها، هو حد عايشك؟ هبطلها، بس في مشوار واحد لازم اعمله. مشوار ايه؟ لازم قبل ما ابطل نوسة اكره ابويا في الخلة نوسة. شكلي زمان جاية. اعمل ايه؟ الاول كده ايجار البيجامه 5 جنيه. ليه بجامة مين يعني؟ بجامة ابويا. يلا انتوا بتوزعوا بجامتي ليه؟ معلش يا عم، اصل انا ابويا وامي اتطلقوا فمضطر يعني ابات عندكم هنا النهارده. الله يا ابني كان على عيني، بس احنا ما عندناش عشاء. اوبا سوري يا جماعه، تتدبر تتدبر. تعالى يا تيمور. ايوه بابا. ربنا يخليك. 5 جنيه دي وخد صحابك وروح وتعشوا كشري. كشري ب5 جنيه؟ ده انا ما اديهاش للواد اللي بينقي العدس ولا فوده. اكله روشه تكلف كام؟
172 جنيه. هات 200 جنيه يا بابا. كم؟ مش عايز خلاص. خد تعالى تيمور يا ساتر عليك. هات يا بابا هات ربنا يخليك. ايه رايكم يا شباب؟ نريح ونطلب دليفري. لا! ليه؟ على جثتي الدليفري ده يخش بيتي. ماشي. اقول لك حاجه يا تيمور. ايه؟ هات هات الفلوس دي. اه. ويلا. ايه ده؟ خد صحابك ويلا من هنا. ايه ده؟ يلا يلا. والله العظيم انا جاي اقعد جنب ابوك لغايه ما يسرح. هو صايع ولا ايه؟ يلا يلا. يا بابا الاحراج ده. يلا. تيمور ابوك شكله واقف في الوليه بجد. انا عارف. طب هتعمل ايه يا معلم؟ ولا حاجه. هو مش عايز نوسه سيبهولي، بس المهم زي ما اتفقنا عايزه يترعب، عايزه يكره اسم نوسه ده، مش انا سيبها وابويا يتجنن. ها سلام. بقول لك إيه؟ ايه خلي بالك على نفسك من ابوك. طب تستاهل يلا ولا ايه؟ وانت نوسه يعني؟ لا ما تخافش عليا. يا حلوه يا قطه. يلا يا قط. هي دي الحياه. بولا يا ودي بولا.